انا لا تكسر ولا سيد المنسق الولائي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لمكتب ولاية الطارف، يعتبر الإضراب الذي دعت له نقابة نقل المسافرين لولاية الطارف إضراب شرعي وقانوني، وهذا بناء على عدة اجتماعات تمت مع السيد مدير النقل لم تكن هناك استجابة للمطالب تاعهم. وآخر آخر آخر اجتماع درنا مع السيد الوالي يوم 27/2/2023 الذي تم في الذي اجتمع فيه نقابة نقل المسافرين ونقابة سيارات الأجرة، طرحت بعض المشاكل من طرف سيارات الأجرة وتم حلها، ويرجع الشكر إلى السيد الوالي نظرا للأوامر التي أصداها إلى سيد مدير النقل. أما بالنسبة للناقلين فهناك مشاكل ما زالت عالقة ولم يتم حلها، وخاصة الخط الرابط بين مدينة القالة و مدينة عنابة. ومن الولاية لنقل المسافرين لولاية الطارف عندنا خط مشترك عنابة عنابة القالة، ولكن عنابة تخدم ب9 دقائق والطارف يخدم ب6 دقائق حاليا، ورانا عدة رسائل كتبناها للسيد مدير النقل ولكن ما كان حتى إجابة، عدة لقاءات وما لقينا حتى إجابة، ورانا رحنا لحالة الإضراب واستجهنا الى مديريه النقل لقيناه غايب وما لقينا حتى حل، ورانا مازلنا في التصعيد. بصفتي ناقل الخط القالة عنابة، نحن رانا نعانوا من واحد المشكل كبير في طريق 44 المشترك بين القالة عنابة، وحنا رانا نشوفوا في رواحنا واحد ما راه يشوف فينا بعين الاعتبار بصفتنا ناقلين تابعين لولاية عن الطرف تاع عنابة، يمشوا ب9 او نحنا ب6، يعني ما تنضرش كي تشوف الحاله كيما هذه، تنضر بالسيف عليك وما ترقلش وما يجيكش النوم، ونشنا مشنا قادرين نشرو البياس تاعنا وبنوات قدامنا، شحال من بياسه قدام مشنا قادرين نبقى نشروها. يبا شوفونا هالحل هذا في اقرب الاجال، رانا قريب نضيعوا ان شاء الله، لكتب ربي بدينا نروحوا في الانهيار، باه نولوا نبيعوا ماتريالنا ونشوفوا بعينينا وناكلوا صواردنا اللي بعنا به، شوفونا بعين الاعتبار وشكرا. متعامل خط قلع النبا رانا نقاسو مده ترك عام ولا عامين، حنا المدير اللي يجي يقولوا حنا مشاكل يزيد غرقنا في المشاكل، خاصة المدير هذا باش يحل مشاكلنا زاد غرقنا، رانا فوق بعضنا كل يوم المشاكل في الطريق، الكواغ تتنحى، المهم كل يوم مشاكل، عندنا خايفين غير من ليزاكسيدون. برك. تسويت وضعية، يسوي لنا الوضعية يعطينا أوقات كيما عنابة. ها؟